شعبوية ماكرون، أزمة إسلام أم أزمة علمانية فرنسية؟ أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وجود أزمة في الإسلام في كل مكان، ودعمه لعرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ردود فعل كثيرة في فرنسا والعالم الإسلامي. هل هناك فعلا أزمة في دين واحد، أم أن هناك أزمة علمانية فرنسية متطرفة ومغرورة وإقصائية في ظل كونية مفهوم حرية الرأي؟ وهل يمكن ممارسة هذه الحرية بدون المسؤولية الاجتماعية بهذه الحالة باتجاه دين لأقلية في فرنسا لوضع الأمور في نصابها؟ يتمتع الفرنسيون من أصول مسلمة والمهاجرون منذ أمد طويل بحريات دينية لا بأس بها ومواطنة يصعب أن نتصورها في كثير من الدول العربية، ولا أعتقد أن الموجة الحالية من الإسلاموفوبيا والإرهاب القادم من جهاديين أو يمين متطرف قد يغير كثيرا من هذا الوضع. كما أن عمل الشاب الإرهابي المداني بكل معنى الكلمة قاتل أستاذ التاريخ صمل باتي هو عمل نادر للغاية وندرته توازي ندرة الأعمال التي يقوم بها اليمين المتطرف ضد المهاجرين في فرنسا أو الجالية المسلمة. سأتناول هنا فقط الشعبوية السائدة في فرنسا منذ عدة سنوات، والتي تتغذى على خطاب يتعلق بالنزعة الجمهورية المتطرفة وتحول العلمانية إلى دين في مواجهة الأديان الضعيفة في فرنسا كالإسلام، وأخيرا بالعداء للمهاجرين. وإذا كان ماكرون قد تمكن من الوصول إلى الإليزي في غفلة من الفرنسيين مستغلا بلوغ المجتمع السياسي الفرنسي لحظة غير مسبوقة من التشظي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن إعادة انتخابه تتطلب منه جرعة أكبر من الشعبوية التي تزداد خطورتها يوما بعد يوم، كونها حسب إيمانويل تود في كتابه حول الصراع الطبقي في القرن 21 في تحالف بين طبقات اجتماعية عليا مكرونية مع شرائح هوياتية محافظة ذات انبلاق ديني لوبونية، الجبهة الوطنية التي تتزعمها ماري لوبان. هذا الخليط الشبيه بمنتخبي ترامب بالولايات المتحدة يختلف عن النموذج الأمريكي بمعاداة شريحة من هؤلاء الفرنسيين من أصول مسلمة التي ترفض الانصهار في فرنسا. الانصهار يختلف كليا عن الاندماج، فعلى عكس ما يوحي له ماكرون تدل الكثير من الدلائل على اندماج رائع لهؤلاء الفرنسيين والمهاجرين في المجتمع الفرنسي، ويعني الاندماج الانخراط الإيجابي لهؤلاء بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وبحد أدنى السياسية، مع المحافظة على الحريات الفردية لهم في المزج الخلاق بين العادات والتقاليد الفرنسية وتلك الباقية من بلاد الأصل. فهم يعيشون التعددية الثقافية في بلد يجنح سياسيوه الشعبيون إلى رفضها والتمسك بالنزعة الجمهورية المتطرفة التي لم تستوعب أن فرنسا تغيرت بتعدد الإثنيات والديانات التي يحملها هؤلاء، وتغيرت أيضا بتأثير العولمة عليها مثلها مثل أغلب البلدان في العالم، وأن مفاهيمها لليبرالية والعلمانية لم تعد تصلح بشكلها الصلب المغرورة. مع عصر التعددية الثقافية والأخلاقية والقانونية التي تجتاح حداثتنا المتأخرة، هذه التعددية التي تشكل أساسا لمقاومة نزعة الشعبوية والاستبدادية السائدة في كثير من الدول في الشمال والجنوب خطاب شعبوي. هناك ثلاث إشكالات في خطاب ماكرون. الأول هو اعتبار أن الدين الإسلامي في أزمة في كافة بقاع العالم، وعلى الرغم أن من حق أي إنسان أن ينتقد أي دين أو عقيدة كما يشاء، ولكن لا أعتقد أن مثل هذه المقولة لها معنى فكري أو معرفي عندما يقولها رئيس جمهورية في بلد أكثريته مسيحية،
وفي السنة التي يحضر فيها للانتخابات البلدية الجزئية، فالكثير من المحللين السياسيين يؤكدون أنه يعول على انتخابه من خلال جر الأصوات اليمينية المتطرفة. الثاني، اعتباره نشر صور مسيئة للرموز الدينية مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو شيء طبيعي في سياق حرية التعبير، واعتباره أن ذلك ليس فقط حقا ولكنه واجب، كما بدا لي في برنامج تلفزيوني فرنسي قبل سنتين عندما طلب المذيع من فنان فرنسي من أصل عربي أن يسب النبي، وعندما فعلها قام الجمهور الهائج بالتصفيق، وكأنه طقس العبور للحداثة ذات العلمانية المغرورة، وهذا شعبوي وعنصري في بلد ربط دائما مفهوم الحرية بالمسؤولية الاجتماعية وحساسيات الأقلية وحتى في سياسة الدولة الخارجية. ففي فرنسا من يناقش عدد اليهود الذين ماتوا في المحرقة يعد مرتكبا لجريمة تدخل صاحبها السجن، ويمنع أيضا الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. نعم، لم تكن يوما من الأيام حرية التعبير مطلقة في ظل الديمقراطيات الراسخة. لقد نظر ببراعة الفيلسوف اللبناني نصيف نصار للمسؤولية الاجتماعية باعتبارها الوجه الأخرى للحرية، وطورت الكثير من البلدان قوانين ضد التحريض، وكيف لا يكون اعتبار نشر مثل هذه الصور الرخيصة في ظل تزايد العنصرية والتمييز ضد المسلمين إلا تحريضا على هذه الأقلية، على عكس بيان الخارجية الفرنسية المدعية أن المتطرفين هم من ينتقدون الموقف الفرنسي ومقاطعة البضائع الفرنسية. لقد قامت جهات رسمية دينية إسلامية، الأزهر، هيئة كبار العلماء في السعودية، وزراء الأوقاف في كثير من الدول الإسلامية بإدانة الموقف الفرنسي بمساسه الرخيص برمز ديني فقط للإساءة، وطبعا كالمعتاد تحرك بعض الأصوات العلمانية المتطرفة العربية للاستهزاء بهذه المواقف، واعتبار أنه كان على هذه المؤسسات إدانة الإمبريالية الأمريكية والتحرك لقضايا أكثر مادية، وهذا يدل أن الاستخفاف بالرموز الدينية ليس حكرا على فرنسا ولكن على نخب عربية لم تفهم أن العلمانية هي صيرورة محلية وليست قالبا فرنسيا للتقليد. إذا كانت هذه العلمانية الأخلاقية كونية في قضية الفصل أو التمايز بمعنى حماية الدين من سلطة الدولة وحماية الدولة من هيمنة الإكليروس الديني، فليس هناك أي دليل سوسيولوجي أن هذه العلمنة ترتبط بنقصان التدين ولا بمنع المتدينين من ممارسة السياسة من خلال إطفاء الأخلاق عليها كما هو الحال في كثير من بلدان العالم وبما في ذلك العالم الإسلامي.